حتى الآن الحصيلة على حالها، الطواقم الدفاع المدني لا زالت تعمل في المكان المنزل المستهدف المكون من ثلاث طبقات، تجري عمليات انتشال لعدد من المواطنين. الحديث يدور ربما عن وجود 4 مواطنين لا زالوا عالقين تحت أنقاض هذا المنزل، تمكنوا قبل يعني نصف ساعة من انتشال سيدة، وبذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 6، عدد الشهداء 3، طفلة وسيدتين، بالإضافة إلى أن الجهود الآن تبذل بشكل كبير من أجل محاولة الوصول إلى المواطنين العالقين تحت أنقاض المنزل، يعني نتمنى أن يكونوا أحياء وعلى قيد الحياة، لكن القصف المدفعي لا زال متواصلا حتى اللحظة في منطقة، على وجه التحديد في منطقة شرق القرارة، هناك عمليات قصف متواصلة على هذه المنطقة من قبل المدفعية الإسرائيلية، ويخشى أن تتساقط هذه القذائف على منازل المواطنين أو على من تبقى من المواطنين في هذه المنطقة تحديدا. كانت قبل أيام القذائف المدفعية تصل إلى ما بعد طريق صلاح الدين، وهذه المنطقة تعتبر العمق السكاني الكبير للمواطنين، كما حدث يعني قبل عدة أيام في منطقة الجية، وإحدى هذه القذائف أدى إلى استشهاد طفلتين وإصابة العشرات من المواطنين بعد سقوط عدد من القذائف المدفعية في محيط منازل المواطنين. لكن ايضا يعني كما هو الحال ايضا في منطقه العمور لا زال يعني بعض القذائف المدفعيه تسقط على هذه المنطقه، هناك شهيد، وايضا في بلده بني سهيله هناك شهيد اخر جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على هذه المنطقه. في رفح جنوبا يعني في منطقه حي الطنور في شرق رفح قامت الطائرات الحربيه الاسرائيليه بقصف خزان المياه الرئيسي الذي يغذي مناطق شرق رفح بالكامل، وهذه يعني جريمة كبيرة طبعا. إسرائيل طبعا. تحاول أن تدمر يعني خزانات المياه، تدمر المخابز، تدمر كل المنشآت التي ممكن أن تقدم خدمات للمواطنين بما فيها يعني الطاقة البديلة، يعني الطاقة البديلة بالأمس في مدينة غزة دمرت كل منطقة يوجد فيها طاقة بديلة، تم قصفها وتدميرها خاصة في محيط وسط مدينة غزة في شارع الوحدة والشوارع الموازية لهذا الشارع، تم تدمير كل الطاقة يعني الكهرباء التي تعمل يعني تولد من الطاقة البديلة. أيضا في رفح تم تدمير ميناء الصيادين، عدد من القذائف التي أطلقت على ميناء الصيادين، ندور الحديث عن عشرات من المراكب التي دمرت واحترقت بالكامل، كما أنه في يعني وأيضا الغارات الإسرائيلية في منطقة حي النصر إلى الشمال الشرقي من مدينة رفح أدت إلى استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة عدد من المواطنين. عمليات تصاعد في عمليات العدوان الإسرائيلي في محافظات جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة، لكن السمة الأغلب حتى اللحظة هو استمرار القصف المدفعي العنيف على مناطق القرارة ومنطقة الفخاري وتحديدا إلى الشرق من منطقة العمور، هذه المنطقة التي على ما يبدو شهدت اشتباكات، يعني هي في الأيام الماضية شهدت اشتباكات عنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت التوغل يعني إلى داخل العمق السكاني أو داخل الأراضي الزراعية، لكن كانت هناك مقاومة شرسة من كتائب القسام وسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وتم تراجع هذه الآليات إلى داخل السياج الحدودي. هذه الليلة حاولت إسرائيل حاولت الدبابات التوغل مرة أخرى إلى داخل الأراضي الزراعية الفلسطينية، لكن دارت اشتباكات في هذه المنطقة، كان هناك عمليات قصف وأصوات انفجارات في هذه المنطقة التي تعتبر من المناطق الحدودية. المقاتلين الفلسطينيين في تلك المناطق تحديدا القرارة، خزاعة، منطقة الفرحين، عبسان الكبيرة، وبلدة بني سهيلة إلى الشرق منطقة الزنة، بالإضافة إلى منطقة الفخاري ومنطقة العمور، يحاولوا أن يتصدوا للدبابات فور دخولها يعني منذ خروجها من المواقع العسكرية، وأن تفتح بوابات المواقع العسكرية يتم التصدي لهذه الدبابات والآليات بصورة كبيرة جدا كما حدث يوم أمس والأيام الماضية. طيب قنن، وضع الأطقم الطبية، حدثني عن ما يدور في داخل مجمع ناصر الطبي، كذلك لديه القدرة الآن على استقبال عدد أكبر من الحالات؟ يعني أنت أفدتني أنه ثمة وقود دخل حتى لو لم يكفي إبراهيم، لكنه دخل بنهاية المطاف، إلى أي درجة مجمع ناصر الطبي لديه القدرة الآن على استقبال حالات أكبر من ذلك؟ يعني الطواقم الطبية هي منهكة تماما حقيقة، يعني نتحدث عن 29 يوما
وهم يعملون على مدار الساعة واللحظة والدقيقة، يعملون بجهد كبير بوضع نفسي صعب، لأن عدد كبير من عوائل هؤلاء الأطباء والكوادر الطبية استشهدوا وتعرضوا للقصف، أصيبوا، أصيب من أصيب، واستشهد من استشهد، بيوتهم عدد منهم تدمرت، وبالتالي هم أيضا يعني كما تحدثنا أحد الأطباء يوم أمس أنه لا يستطيع، لأنه متواجد في مجمع ناصر الطبي، لا يستطيع توفير رغيف خبز واحد لأبنائه، لأنه لا يستطيع التخلي عن واجبه الإنساني والطبي في داخل مجمع ناصر الطبي، وأبنائه يعني منذ أيام لا يوجد لديهم أي رغيف خبز واحد، ويعني وطالب يعني عدد من الناس أن يستطيعوا توفير بعض أرغفة الخبز لأبنائه حتى يستطيعوا العيش. هذه يعني قصة طبيب يعني لم يتمكن من الخروج من مجمع ناصر الطبي، وهو طبيب يعني جراح يعمل على جراحة يعني في غرف العمليات، لم يستطيع الخروج، وبالتالي الطواقم الطبية تعمل بجد، لكن الوضع الطبي حقيقة في مجمع ناصر لا يختلف كثيرا عن المجمعات الطبية، استقبلت آلاف الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الممرات داخل مجمع ناصر الطبي ممتلئة، شرفات الغرف في المستشفى هي ممتلئة وتم تخصيصها للجرحى، الجرحى يعني هناك أسرة خشبية يجلسون عليها لأنه لا يوجد متسع، بالإضافة إلى وجود الآلاف من المواطنين داخل أروقة وممرات وكرادورات المجمع ناصر الطبي. الوضع الصورة مؤلمة وقاسية جدا، لا تعرف النازح من المصاب، من المريض، من الطبيب، يعني عدد كبير جدا حقيقة، الغرفة الواحدة متكدسة بالجرحى وبالمرضى وبمرافقين المرضى وبالنازحين، وبالتالي الصورة صعبة جدا، لكن ربما مجمع ناصر الطبي أكثر حظا من مجمع الشفاء لأنه يقع في المنطقة الجنوبية، ومنذ 3 أيام يتم إدخال بعض المساعدات الطبية والغذائية تصل إلى مجمع ناصر الطبي، ومن ثم يتم تحويلها إلى يعني بعض المستشفيات الأخرى في قطاع غزة كالمستشفى الكويتي في رفح، ومستشفى أبو يوسف النجار طبعاً، ومستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس طبعاً، ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة رفح، على اعتبار أن هذا المركز هو المركز الرئيسي في جنوب قطاع غزة وثاني أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، لكن بشكل عام الوضع الطبي منهار، هناك انهيار كامل، لكن المشفى حتى اللحظة قادر على العمل. طيب وتقديم الورقة الأخرى قنن هي ورقة النازحين، أنت التقيت بهؤلاء، يعني من نزحوا من الشمال ومن منطقة الوسط إلى الجنوب، كيف كان حالهم يا إبراهيم؟ ما الذي رووه لك؟ يعني ما هو يعني نحن أمام شاشات التلفاز ويرد لنا الخبر العاجل بين الفينة والأخرى، ولدينا حالة من الذهول من قدر هذه القسوة والضراوة من الجانب الإسرائيلي. هؤلاء لهم شهادات عيان، أليس كذلك؟ ماذا قالوا لك قبل؟ انقل لي الصورة نبضها يعني. يعني أوضاعهم، يعني أوضاع النازحين بشكل عام مأساوية وكارثية، خاصة المرضى منهم حقيقة، يعني شاهدنا النساء ورجال لديهم أمراض مزمنة، يعيشون في خيام متهالكة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، كل أمنيتهم أن يعني يحصلوا على بطارية صغيرة حتى يتم تشغيل جهاز التبخيرة، لأنهم مرضى يعني أمراض تنفسية، وأيضا لديهم ربو محتاجين إلى يعني تبخيرة على الدوام، يأخذوا كل ساعة تبخيرة، أمنيتهم أن يجدوا يعني بطارية صغيرة يعني يتم شحنها من أجل يعني إنقاذ أرواحهم وإنقاذ أنفسهم، يجلسون بوضع صعب جدا، هناك أمراض السكر، أمراض الضغط، أمراض القلب، أمراض السرطان أيضا، هؤلاء لا يحصلون على الغذاء المناسب لهذه الحالات المرضية، لا يحصلون على الدواء ولا يحصلون على الماء إلا بشق الأنفس، وأيضا الغذاء غير مناسب تماما إلى حالتهم الصحية. هناك قصص يعني من الذين نزحوا من شمال قطاع غزة، نزحوا وجاءوا عدد من الأسرة على دفعات، تفاجأوا أن الجزء الذي وصل في الأول فقد الجزء الثاني لأنه استشهد على الطرقات أثناء ذهابه.
خروجه من مدينة غزة إلى مدينة خان يونس. أيضا الأطفال وأوضاع مأساوية، حليب الأطفال الذي بدأ يتناقص بصورة كبيرة جدا في قطاع غزة وخاصة في مدينة خان يونس، رأينا نساء يبحثن ويمشين على الأقدام ورجال كذلك من أجل الحصول على علبة حليب للأطفال، لأنه لا يوجد حليب أطفال متوفر للأطفال الرضع، وهذه يعني أقصى ما يمكن الإنسان أن يتخيله حقيقة. أيضا يعني في كل زاوية، عندما يذهب أي شاب أو طفل أو امرأة أو رجل كبير إلى على سبيل المثال الحصول على زجاجة ماء أو جالون من المياه لا تتعدى 10 لتر في اليوم، يجلس يعني يبقى في طابور ينتظر قرابة من 6 ساعات إلى 9 ساعات، يعني كما يقول المثل أنت وحظك، هل تحصل عليها في 6 ساعات تحصل عليها في 9 ساعات، يجب أن تنتظر، وهذه الانتظار هي مغمسة بالدم كما حدث في مخبز الشرق في مدينة غزة عندما قصف الناس وهم يقفون يعني بطوابير بالمئات أمام المخابز، يعني هذه الرحلة محفوفة بالدماء وبالأشلاء. عندما يذهب الإنسان للحصول على غذائه أو على رغيف خبز أو على زجاجة ماء ويحمل روحه على كفه، لأن هذه رحلة محفوفة بالمخاطر، لا يعلم أين القصف أين الطائرات ستضرب، هل سيطاله أو لا قصفها القصف. صحيح، أنا بشكرك إبراهيم، يعني القصف بشكرك في كل مكان. شكرا جزيلا، هي الصورة وضحت، هي مؤلمة بنهاية المطاف، قاسية وحشية إبراهيم.